وشوشة. اقول لك ارتاج الكلمه يعني لافتتاح السيزون الثالث. مش طالبه والله يعني ما فنانين بقى كده وروحكم حلوه بتفطر تاكلوا. اتفضل يا كنز اتفضل. وانا ليه ما بقول لك حاجات انت ما بتاخدش بيها؟ انا كمل موضوعك عادي ولا كاني قلت حاجه؟ لا ليه ما انا ما ده كده في الاوزي ايه؟ لا بص اصل احنا اتنين اللي بندير الكوكب انا ودكتور جيسي فاهم، وهو في غيابه انا بسوق. ففي تسلط بقى في لا وتعنت يعني. فالاثنين يعني بس يعني هخليك تقول كلمه بس قدام ده شكلك اما مش هترتجل. ازيك يا مصطفى عامل ايه؟ تمام. ازيك يا تيفا كله تمام؟ تمام. تيفا معانا الجميل كريم عفيفي لو تحب تقول له حاجه. ازيك حبيبي صباح الفل عامل ايه؟ الله يخليك ربنا يعزك. كيمز يعني لو تحب قصدي يا تيفا تقول لكريم حاجه يعني ايه نقتدي بيها كده للتطور الى عالم افضل، لان ده سلوجن بتاع السيزون الثالث، احنا عايزين نبقى يعني خطوه نحو عالم افضل، فنعمل ايه عشان ناخد الخطوه دي انت كشخص يعني؟ اجابه تقليديه يعني مش مفرحتش، لا يعني قول حاجه كده هتعملها انت كشخص عشان كده خد بالك ازاي؟ تخطو نحو عالم افضل. نفس الاجابه نفس يا حبيبي تسلم الله يكرمك الله يرزقك انا بحب الكلام ده فعلا حبيبي يا تيفا والله العظيم بشكرك ما في احلى من الفانز يا كريم. لا طبعا مجننني بالنسبه لك انت يعني ما شاء الله مجننني بحب النفاق قوي بموت كلنا هنا كده. طب ولا كريم انت واجهت اي لقطه مع فانز وكده يعني بالذات قبل خاصه لو بنات يعني؟ طبعا كتير. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org